على مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد الخبير العسكري معتز محي الدين. مرحبا بك سيد معتز، كيف توافق الحكومة في العراق على إعادة شركة بلاك روتر وهي متهمة بقتل مئات العراقيين ولا سيما جريمة ساحة النسور في بغداد في عام 2007 التي قتل فيها 17 مدنيا؟ أحكي لك والإخوة المشاهدين الحقيقة هذا الاتفاقية هي قديمة جدا، يعني الشركات الأمنية هي فاعلة بالعراق منذ دخول الأمريكان في 2003 ولحد الآن. هنالك بعض الشركات هي عراقية وبعضها أيضا أجنبية تأخذ موافقات من قبل وزارة الداخلية من ناحية التحرك ومن ناحية أيضا المرور في المناطق المهمة والمحافظات وخارج بغداد. كل هذه هي ضمن ما يسمى بالقانون الذي أصدره البرلمان قبل سنوات بخصوص منح الإجازات لهذه الشركات الأمنية. شركة بلاك ووتر أيضا هي ضمن الشركات التي كانت في السابق موجودة ولكن ذهبت رجعت مرة ثانية إلى أمريكا بعد خروج الأمريكان. حاليا رجعت حسب اتفاق مع الجانب الأمريكي لأنها تحمي بعض القوات الأمريكية في داخل المعسكرات وفي داخل أيضا المناطق التي هي ضمن ميدان التدريب وميدان التجوال للقوات الأمريكية من خارج المناطق التي موجودة فيها إلى مناطق أخرى ضمن مسيراتها اليومية المحددة مع القيادة العسكرية العراقية. إذن مهمته حماية القوات الأمريكية داخل العراق. بالضبط نعم، وحماية بعض أيضا بعض الطرق الدولية، لا ننسى الطريق الدولي بين بغداد وعمان. هنالك بعض القوات الأمريكية شركات الأمنية متخصصة تحمي هذا الطريق الدولي بالاتفاق بين الجانبين. هنالك خطوات أيضا أخرى أعتقد سوف تتخذ بالاتفاق مع الجانب السوري بحماية الحدود وحماية الطريق البري المتجه إلى دمشق. ولكن إذا كانت الحكومة قد أعلنت القضاء على تنظيم الدولة في عام 2017، يعني نعم، كيف ستكون مهمة هذه الشركة سيئة الصيت ولماذا لم تعترض الحكومة أو حتى أعضاء مجلس النواب على هذه الشركة؟ لا ننسى يعني قوات أمريكا موجودة ضمن قواعد معروفة، قواعد عين الأسد، قواعد في القيارة، قواعد في مناطق في الشمال الإقليم كردستان في أربيل ومناطق في السليمانية، وهي تذهب بها القوات الأمريكية، يعني هي معلنة ومعروفة لدى النواب. هنالك قرار أو هنالك بعض النواب قد أرسلوا مذكرة الحكومة العراقية لمناقشة بقاء القوات وخروجها من العراق، ولكن يبدو أن بعض الأطراف السياسية لا تتجه بهذا. لا أنا أقصد أستاذ معتز تحديدا هذه نعم، الشركة، عودة هذه الشركة سيئة الصيت، لماذا نعم لم تعترض الحكومة أو مجلس النواب على ذلك برأيك؟ أنا أعتقد يعني الحكومة ليس لها يعني ليس لها القدرة على الاعتراض في الوقت الحاضر، وهنالك يعني دائما نسمع آراء من الكتل السياسية تعارض وجود القوات أيضا الأمريكية بصورة عامة، يعني ليس الشركات الأمنية الأمريكية، وهذا هو حاليا ما يتردد يوميا في وسائل الإعلام بأن خطوات الحكومة يجب أن تكون رد فعلها قوي جدا بعدم السماح للقوات الأمريكية بعد انتهاء والقضاء على داعش في بقاء في العراق. مصلحة العراق تبقى مصلحة سيادية، ولكن تأثير تعرف تأثير أمريكي وتأثير محيط الإقليمي وبعض أيضا مع القوى السياسية الموجودة في المناطق الغربية تؤيد بقاء القوات الأمريكية وتؤيد أيضا بقاء رجوع هذه الشركات الأمنية التي تحمي أحيانا بعض الشركات التجارية أو الشركات التي رجعت العراق تقوم باستثمار بعض المشاريع الصناعية وأيضا
إنشاء بعض المعامل وإعادة البنية التحتية في مناطق الأنبار وغرب الأنبار. هنا السؤال، هذا الاستثمار يعني أليس الأولى؟ هناك مدن مدمرة كما تعلم من جراء هذه الأعمال العسكرية، تحتاج بحسب تقديرات إلى نحو 90 مليار دولار، أليست أولى هذه المدن بالأموال التي ستدفع مثلا لهذه الشركة سيئة الصيت باكوتر وعقود التسلح؟ طبعا أتفق معك في هذا الرأي، يعني حاليا الموصل تعاني معاناة كبيرة جدا بعدم الاهتمام بإعادة البنية التحتية وإعادة موضوع إعادة أيضا بناء المنازل، رجوع النازحين إلى منازل خصوصا في الساحل الأيمن. الساحل الأيمن أكثر الأبنية مدمرة، لحد الآن لا توجد رؤية لإكمال المساكن وإكمال أذن البنية التحتية من مدارس وكذلك من مستشفيات وكذلك من معامل تنشأ من جديد في هذه المناطق. ولكن نجد أن الحكومة حاليا لا تستطيع أن تلبي طموح الإدارات المحلية والحكومات المحلية في إعادة اللحمة في هذه المناطق، لأنها قد أرادت أكثر من مرة من حكومات ومن مؤتمر المساعدات الذي عقد في الكويت، ولكن نسمع فقط التصريحات. وفي هذا المؤتمر هنالك أموال سوف تأتي العراق، ولكن لم تستلم حتى الآن الحكومة العراقية هذه الأموال لاستثمارها في إعادة البناء في المناطق المحررة. ولهذا تشكو هذه المناطق من عامل البطء في إعادة هذه المباني المتهدمة وأيضا الطرق والمستشفيات، ويعاني كذلك المواطن من عملية النزوح من هذه المدن التي لا يوجد بها أي بصيص أمل للعودة مرة ثانية كما كانت، فيلتجئ إلى مناطق أكثر آمنا في بغداد وأيضا بقى المحافظات الوسطى والجنوبية. من بغداد خبير العسكري معتز محي الدين، شكرا جزيلا لك.